معانا السيد محمد من المنصوره، اتفضل يا حاج محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك بس عاوز اسالك سؤال، انا متجوز وكنت حالف على مراتي بالطلاق وعلى حاجه، والحاجه دي انا جبتها. طيب يعني انت قلت لها ايه؟ يعني حضرتك هي ضايقتني في الكلام، فقلت لها على الطلاق، ما انت جايب الحاجه دي يعني، وبعدها بشهر كده جبتها. طيب يعني انت قلت لها عليا الطلاق ما تجيب الحاجه الفلانيه، اه فانت نسيت وجبتها. بالظبط. طيب يا سيد محمد، انت هل في اي طلاق رسمي عند مأذون؟ لا. طب هل في الفاظ طلاق قبل كده؟ لا مفيش. طب هل في اي خلع، اي حاجه من كده؟ لا لا مفيش اي حاجه، هي بتاعت الشيطان يعني، ايه ضايقتني بس كده. ما انا عارف، ما احنا كل حاجه بنلزقها في الشيطان، ما الشيطان ده، الشيطان ده ملقف، ما الشيطان ده ملقف يعني. هو الشيطان، هو الشيطان هو اللي كان عايز الحاجه ولا انت اللي عايز الحاجه؟ فخلي بالك، لان الطلاق ده، اسمع بس، اسمع بس يا حاج محمد، الطلاق ده كب للزيت وحرق للبيت وحرق للغيط وهد للبيت، فما مش هينفع ان احنا نتعاون معاه. خلينا بس نمشي الاول في الفتوى. فحضرتك دلوقتي ببساطه خالص قلت ان انت دي اول مره تتلفظ باللفظ ده. ايوه. طيب يا سيدي، طيب يا سيدي، انت اول مره قلت لها عليا الطلاق ما تعملي الحاجه دي، فعملتها. تمام. طيب تطعم 10 مساكين وتخرج كلمه الطلاق من قاموسك، من قاموس حياتك خالص. بعدين انت راجل صالح كده، ايه اللي يخليك تهدد بيتك كده؟ يبقى خرج كلمه الطلاق خالص من قاموسك. واضح يا فندم؟ تمام واضح. وهي لسه مراتك، يعني اطعم 10 مساكين وهي لسه مراتك ان شاء الله.